السلام عليكم إخواني، مرحبا مرحبا، تحياتي للجميع، تحياتي للعيالات، تحياتي للبنات، وتحية الرجال، تحية خاصة من هنا من شمال فنلندا، تحياتي لكم الجميع الإخوان. جيت بس هنحاول برضو نوضح لكم كل حاجة. هل تحاول إجراء تحويل مهني كبير من خلال الحصول على وظيفة جديدة تماما في كندا؟ سواء كنت شابا ماهرا أو موظفا تجاريا متمرسا. طبعا هو بيقول لك إن أنت عايز تقدم على وظيفة في كندا ولا لأ، إن المهاجرين يملؤون الوظائف الحيوية المطلوبة. نحن نوفر الوظائف غير الماهرة في كندا برعاية التأشيرة، والوظائف الزراعية في كندا برعاية التأشيرة المجانية. زي ما انت شايفين، طبعا دي شوية معلومات برضو، نظرا لأننا نتلقى بدائل الوظائف المثالية في كندا لهذا ال 12 شهر الجديدة، فإن التشخيص جيد للعديد من القطاعات. يعني هو بيقول لك ان هما بيستلموا وظائف كتير لفترة السنة دي اللي هما 12 شهر، عندما يكون لديك مجموعة من المواهب المتخصصة ومهارات جيدة في اللغة الإنجليزية. طبعا دي طبعا بيقول لك وتكون متحمس، فهناك وظيفة لك في بلدنا الجميلة. اكتشف تفاصيل الوظائف زي ما انت شايفين كده، وظائف عن السياحة والضيافة والترفيه والاستيراد والتصدير، بالإضافة إلى الصناعات النفطية. هنا برضو بيقول لك بقى وظائف عالية في كندا عام 2021، والأجر السنوي بتاعها زي ما انت شايفين كده، مثلا المساعد الإداري، مستشار دعم العملاء، المبيعات، السائق، كاتب حسابات القبض، الممرضين، المشرفين المشاريع، مهندسين الكهربائيين، التجار، المحاسبين وكذلك. طبعا دي المرتبات بتاعتهم السنوية. عندنا تاني وظائف إضافية تحت الطلب. هناك بعض القدرات الوظيفية التي تعطيها السلطات الكندية الأولوية لوظائف الهجرة والتأشيرة. في بعد كده عندكم هنا جايب لكم أعلى 5 صناعات تحت الطلب في الهجرة لكندا: مشروع هجرة الوجبات الزراعية، الطيارين، بريتش كولومبيا. طبعا في عندكم حاجات زي مثلا الموظفين، مهندسين، ميكانيكيين، مختصين، المبيعات، التجار، الكهربائيين، السباكين، التدبير المنزلي. طبعا الوظائف المهنية كلها هتلاقيها موجودة. وكذلك يعني هو هنا شوية معلومات، هي طبعا الترجمة مش هتلاقيها ظاهرة قوي واضحة قوي ليك، لانه اصلا موقع كندي، فانت لما تيجي تعمل كليك يمين وتختار العربية وتحولها للغة العربية اكيد مشتوبة بنفس الجودة بتاعت اللغة العربية بتاعتنا يعني. بس احنا على قد ما بنقدر بنحاول نوضح المعلومات للناس عشان برضو يكون تأكيد للناس كلها. وده على فكرة يا جماعة من موقع جوب بانك، اللي هو من اشهر المواقع بتاعت التوظيف في كندا يعني. تمام، هنا بقى للتقديم، هو بيقول لك هنا سجل للتقديم. هتكتب هنا الاسم بتاع المستخدم وكلمة السر وتكررها هنا، وبعد كده تكتب اسمك الاول والاخير والبريد الالكتروني طبعا اللي هو يكون شغال يا جماعة عشان يتواصلوا معاكم عليه، ورقم التليفون بتاعك، ولو عندك موقع الكتروني طبعا ده بالنسبة لاصحاب العمل. تمام، هو عامة الحاجات دي لاصحاب العمل التلاتة دول. هنا انت بترفع بقى صورتك زي ما انتم شايفين كده، الصورة بتاعتك بتحطها هنا، وهنا انت بتختار الدولة بتاعتك، وهتلاقوا ان شاء الله كل البلاد العربية هتلاقوها هنا كلها. هتلاقي الكويت عندك، عندك مصر، عندك الأردن، عندك ليبيا، كل الدول العربية ان شاء الله موجودة، عندك المغرب، تونس موجودة برضو. تمام، هنا انت بتكتب العنوان بتاعك، وبعد كده هنا بتحط الوظيفة اللي انت بتبحث عنها. وظائف كتير زي وظائف الزراعة، وظائف الطيران، البناء، خدمة العملاء، القيادة، الهندسة، المحاسبة والمالية، خدمات الطعام، الرعاية الصحية، وظائف الضيافة، العمل مع الحيوانات، وظيفة التسويق، الانتاج زي ما انتم شايفين، سوبر ماركت. يعني تقريبا وظائف كتير جدا لكل الناس اللي عايزة تشتغل. وهنا انت بتكتب المسمى الوظيفي بتاعك، زي مثلا زي ما انتم شايفين كده مطور ويب متمرس مثلا. وهنا تحت انت ملخص الملف، انت بتكتب بقى شوية عن الوظيفة بتاعتك وشوية عن نفسك. هنا لو انت عندك خبرات بترفق اي شهادة مثلا كانت عندك، وشهادة التعليم بتاعك بترفقها هنا.
وبعدين بتعمل تسجيل ويبقى انت كده سجلت في الوظيفة بكل سهولة. وبعدين هم بيتواصلوا معاك على الايميل اللي انت طبعا بتكون سايبه في السي في بتاعك. الموضوع ما فيهوش اي صعوبة والكل يقدر يقدم في الوظيفة دي، حتى هم مش طالبين اي شروط ولا طالبين حاجات معينة مثلا تكون متوفرة فيك او الكلام ده كله. وحتى لو نشوف هنا هتلاقي هدف القبول المحدد هو حوالي 108,500 مقيم جديد في عام 2021. يعني هم دلوقتي بيبحثوا عن موظفين جدد في وظائف مش موجود ليها موظفين او عمال هناك في كندا. عشان كده الفرصة مقدمة لكل الناس ان هم يقدروا يقدموا فيها بكل بساطة ان شاء الله. وهسيب لكم برضو اللينك في صندوق الوصف اللي هو بيكون تحت الفيديو على طول عشان تعرفوا تقدموا فيها. بس دي كده كل حاجة عن الفرصة بتاعت النهاردة، وانتظروا ان شاء الله فرص جديدة بعدين ان شاء الله. واتمنى بقى ان تدعمونا بلايك دلوقتي لو كنت نسيته، وكمان فعل زر الجرس عشان توصلكم الفيديوهات اللي احنا بننزلها يوميا عن المنح الدراسية وعن طرق السفر للخارج. واتمنى يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا بيه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.